هلا وسهلا، صباح الخير. وحنا من ابو ظبي معاكم بهذه التغطيه. عيشي بلادي، عاش اتحاد واماراتنا. كل الناس في الامارات يتغنون بهذا النشيد. اليوم تحول مهرجان زايد التراثي على مدى ايامه الخمسين لحدث تراثي مهم جدا وجسر للتواصل بين الاجداد والابناء والماضي الثري والحاضر المبشر. المهرجان فرض نفسه كظاهرة تراثية ثقافية وسياحية تستحق فعلا الزيارة والاستمتاع بكل الفعاليات المناسبة لكل أفراد العائلة. بالضبط. وكمان في معانا اليوم شخصية مميزة جدا تستحق منكم زيارة على مواقع التواصل الاجتماعي. رجل خفيف الظل، الناس حبوه لأنه شخص مختلف وعنده أفكار جديدة، حاب يشاركنا في هذه المناسبة حبه لوطنه. يا صباح الخير وصباح السعادة وصباح الحب. في العين دار الزين، وانا الحين في العين قصر موجعي. انا لازم اوديكم رحلة داخل هالسيارة. تعالوا وياي، تعالوا 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 تعالوا، بوديكم رحلة داخل السيارة. واحد بردان يا بنت الحلال، صدق؟ وايت كول. انا ابو، انت من بلد بارد؟ انت من روسيا؟ لا انا اماراتية الحين. ايوه صرتي اماراتية. متابعيني. اوه من الاخر، صراحة من الاخر. صبحك الله بالخير. صباح النور هيك. كيف حالك؟ الحمد لله. انت عندك خبر انا وانت بنطلع في برنامج صباح الخير يا عرب على قناه ام بي سي 1؟ قناتي اكيد اكيد. مستانسه؟ وايد مستانسه. وايد 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 صراحه، وايد مستانسه. مثل انا يعني بالاكثر. اكثر يمكن. الكوميدي والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي محمد البلوشي أو ونسني. أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. يا هلا. أهلا وسهلا ويا مرحبا بكم، وكل عام ودولتنا بخير وأنتم بخير وصحة وسلام. يا هلا الله فيك. وأنت طبعا من الناس اللي ما في أي مزايدة على حبك لوطنك، ومعك اليوم طبعا المدام حربي المصون زوجتك عفرة. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير. صباح النور. نورتونا صراحة. الله يحفظ. إحنا الكلمات تعجز عن وصف فرحنا بهذا اليوم. الله يحفظ. بالإمارات الحبيبة، ولكن إحنا نحب نعطيك أنت المجال كمواطن إماراتي وكأحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بأنك تقول لنا كيف إحساسك في هذا اليوم. الله، إحساسي أنا تدري طبعا أول شيء إماراتي وافتخر بعد الإمارات، أمي أبوي، يعني شو أقول، شو أوصف بيها، شو أخلي منها، ما يكفي. الإمارات عندي كل شيء بالحياة، أنا روحي حياتي يعني أتنفس الإمارات. هذا الإمارات أعطتني الأمن، أعطتني الأمان، اليوم أنا وين يالس وين واقف من دولة الإمارات طبعا. الله يديم عزها يا رب. ودائما احنا السعوديه طبعا نقول عزكم من عزنا. اكيد. محمد طبعا انت ما شاء الله عليك ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي، وبنتابعك وبنضحك معك، وما شاء الله عليك زي ما انت تقول انا اتنفس الايجابيه. فمن فين جت هذه الروح، وليه اخترت شعار ونسني من الاخر؟ ونسني من الاخر، لازم شو تقولين؟ سوري. ونسني من الاخر. ولا تحزني، تحزني ابعد عني. شعار ونسني من الاخر الطويل بعمرك، كان عندي صديق كئيب أو غير إيجابي، وأنا إنسان إيجابي أحب الإيجابية من الآخر ما شاء الله. فكل ما أرمسه يقول لي يا أخي أنا تعبان، يا أخي أنا كذا، أنا الشكة يعني. قلت يا أخي أباك يوم الأيام تونسني. أخي أنا شو قمت أسوي؟ كل ما يتصل هو ما أقول ألو، أقول ونسني. لا تنكد علي، لا ونسني ولا تحزني. لا تحزني، لا ترمسني أو ابعد عني. فمشت كذي. فيوم الأيام أنا كنت أتقدم على السوشيال ميديا، يعني أول ما دخلت السوشيال ميديا فكنت اتكلم مع متابعيني كيف، قلت لهم يا جماعه الخير اللي بيدخل وياي يعني بيتابعني لازم يونسني من الاخر، غير كذا ما نبي ابدا. واحنا ما اليوم لقاءنا اصلا هدفه ان نتونس مع بعض، ولكن ما ننسى كمان اللي شاركك مو بس الشهره، اللي شاركك كذلك الحياه. نعم. اللي هي حرمك المصون. نعم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. كم صار لك بالامارات؟ من كم سنه انت عايشه بالامارات؟ الحين 23 سنه. 23 سنة. ومن كم سنة متزوجة ما شاء الله؟ 22 سنة. ما شاء الله. ايش تعني لك الامارات؟ حق انا امارات كل شيء، انا احب امارات وايد وايد وايد، قلبي حياتي بروحي كل شيء. ساخ جدوري من روسيا، انا احب روسيا طبعا، بس الحين في قلبي انا اماراتية 100%.
يا سلام. هذه الامارات عودت كل زوارها من كل انحاء العالم الحمد لله. انها البلد الحاضن اللي يبتسم للجميع الحمد لله. فعلا الحمد لله. محمد يعني يمكن انت سافرت كثير وشفت ثقافات مختلفه وبلدان مختلفه، ايش تعتقد يميز الامارات؟ الامارات بقول لك يميزها حاجه واحده، مثلا شوفي اول شيء نحن عندنا الحمد لله الامن والامان. صح. انا يوم في الامارات الحمد لله اسير كل مكان، اغطي كل مكان، ما عندي اي خوف. مثلا اذا مسافر اوروبا او مسافر مكان ثاني، في بعض الاشياء اللي انا البسها في الامارات ما اقدر البسها برا. فاهم شيء اللي يميز الامارات عن باقي الدول اللي هو الامن والامان والاستقرار. الحمد لله. عشان كذا الحمد لله رب العالمين. هيلا. بالنسبه لردود الافعال اللي لقيتها من متابعينك على السوشيال ميديا في احتفاليه الامارات، هل تشوف ان الشعب الاماراتي في هذه الاحتفاليه ناشر الموضوع هذا على كل مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني انا عندي في سناب شات ما شاء الله تبارك الله الاماراتيين وغير الاماراتيين قاعدين محتفلين فعلا. تدري طول بعمرك تشوف اول شيء دوله الامارات دوله كل حد. صح. ابونا زايد قال هالكلام، قال كل انسان يقدر يعيش على ارض الامارات سواء اماراتي او غير اماراتي، انسان شريف يعيش يشتغل ياكل يشرب يعيش هلا. عشان كذي مو بس نحن، انا اقول لك هذه فرحه ام تلمس هذا الشيء عندك على السوشيال ميديا في مواقع التواصل الاجتماعي. انا ما شاء الله متابعيني من العالم كله سواء عرب سواء اجانب. تدري ان الاجانب طرشوا لي هابي ناشونال داي، هذا اللي كنت بسمعك اسمع منك عرب طرشوا لي من اوروبا من امريكا من يعني من كل مكان هابي ناشونال داي هابي يو اي 46 ييرز طرشوا لي. اذا ساره نقدر نقول انه الحدث اليوم هو ليس حدث محلي ولا حدث اقليمي، هو حدث عالمي. وانا دائما اقول حدث عالمي الامارات. اي نعم. انت ذكرت انك انسان ايجابي، يمكن انا متاكده كثير ناس بيتفرجوا علينا الان بيقول طب مواقف الحياه صعبه، الحياة صعبة بنعدي في ظروف يمكن تكئبنا. نعم. فأنت كيف بتعدي هذه الظروف وبتستمر في الإيجابية؟ خليني أقول لك حاجة واحدة، الإيجابية مولودة وياي والله مولودة، هذه نعمة من رب العالمين. في ناس يقومون الصبح زعلانين، أنا أول مرة قمت الصبح زعلان الحمد لله، كل ما أقوم الصبح فرحان. طبعا زوجتي الجميلة عدالي وين بزعل كلام هذا كلام هذا الله يخليها لك. وأنت صراحة يعني حلو أن الإنسان يكون إيجابي، لكن الأجمل أن الإنسان يعكس إيجابيته. صح. نعم أكيد. اللي حول الحمد لله شوف متابعيني اللي تابعوني تابعوني عشان إيجابيتي، عشان كل صبح أعطيهم طاقة إيجابية أكلم عن الحياة. ما في إنسان ما يحزن، ما في إنسان ما عنده حزن أو مشاكل، لكن ما بنعيشها صدق. لازم يعني نخطف عنها أو نتعداها أو نخطيها. ما نعيش من الصبح أقوم عندي مشكلة ليه ما نام شو سويت في حياتي، كل شيء له حل. عبارة في الأخير عن وقت، بإرادتك تقبل وقت هذا مبسوط أو لا. لكن على السوشيال ميديا نعم أنت يعني سويت حالة جديدة، يعني نعرف الناس اللي يشتهرون يا يغني هي. يا يتمالح مثلا، لكن أنت ونسني خلقت كونسبت جديد أو نعم. فكرة جديدة نعم. هل هذه الفكرة جت محض الصدفة ولا كنت مخطط لهذا الشيء؟ لا ما كنت مخطط. شوف أنا قبل ما دخلت السوشيال ميديا، لكن دخلت السوشيال ميديا شفت هذا يضارب هذا وهني ضرابة وهني كلام وهني ما أدري شو. الناس ما تبغي مشاكل، الناس ما تبغي الكلام الصعب، تبغي الوناسة، تبغي واحد اليوم يقول لهم كلمة الحلوة. المثل الأول شي يقول لك الزبيبة ما تشبع لكن طيب الخاطر. الله يا الكبير ما تشبعك لكن طيب خاطرك. فالكلمة الحلوة تونس كل حد. اليوم ما حد يعني شوف اضحك الناس بيضحكون وياك، الله بتحزن بتحزن بروحك. اي والله والله العظيم بروحك بتالي الصوب واحد يصيح ما حد بيصيح وياك لكن يضحك كل حد يضحك متونسين. الله يديم عليك الضحكه من الاخر متونسين من الاخر. يمكن مبسوطين تواجدكم معنا استاذ محمد عفره، فعلا ونستونا. واحنا مستمرين طبعا احتفالات في هذه المناسبه الحلوه وفي هذا المهرجان الحلو كمان. صح يمكن الشمس شويتين موجوده انا اروح الجاهليه دفتر لا بس مستمتعين بالجو. نشكركم على تواجدكم معنا، نقول لكم كل عام وانتم بخير. واحنا طبعا حنواصل الاحتفالات بدر، ولكن حنروح فاصل وان شاء الله راجعين.